السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. دعمكم لي يعني الاستمرار، يعني مواصلة التحدي للوصول بالقناة إلى مراتب التي تحبونها وترضوها. وأشكر كل من يساندني ويؤمن بقدراتي. اليوم جبت لكم واحدة الفاكهة صيفية رائعة وهي البطيخ الأصفر. كثير منا يأكل البطيخ بدون ما يعرف المنافع والفوائد اللي فيه. اليوم المنفعة خاصة بأصحاب الرجيم. البطيخ الأصفر يتميز بلونه الأصفر ورائحة مميزة، وتوجد منه عدة أنواع، ويتميز بخصائص من حيث اللون واللب الداخلي والملمس القشرة الخارجية، وله خصائص غذائية رهيبة، ويستخدم ضمن الحميات الغذائية المتتبع الرجيم لمساعدتهم على حرق الدهون ونقص الوزن، وهو يمتلك كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فوائده بالنسبة لأصحاب الرجيم: يساعد أصحاب الوزن الزائد على التخلص من مشكلة السمنة، ويحمي الجسم من الزيادة الغير الطبيعية من مشكلة السمنة بالرغم من احتوائه على السكر والكربوهيدرات والسعرات الحرارية، فإنها جميعها صحية ونادرا ما يسبب أضرارا للجسم. يمكن تناوله ثمار أو شراب أو عصير قبل الوجبات الغذائية. يمكن تحضير منه خلطة صحية ويساعد على حرق الدهون، فهو يساعد على التنحيف لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من المعادن بشكل لا يصدق مثل الأحماض الأمينية. يمكن أن تمنع تراكم الدهون في المناطق من الجسم وتساعد على حرق الدهون. ومن مميزاته أنه يساعد البطيخ الأصفر على حرق الدهون، وهو خيار رائع لأصحاب الوزن الزائد لأنه قليل السعرات الحرارية. كوب منه يساوي 46 سعيرة حرارية فقط، و 129 غرام من الكربوهيدرات، تجعله مليء بالطاقة والبروتينات البيتا كاروتين. يتفوق البطيخ على جميع الفواكه، وهو مصدر موثوق على التفوق على المشمش والبرتقال والجزر، وفيتامينات ألف الذي يعمل على مضاد للأكسدة ويحارب الجذور الحرة التي تهاجم الجسم ويدمرها. الجذور الحرة اللي هي تساعد على ظهور الأورام والسرطانات. فيتامين جيم يفيد الأوعية الدموية والغضاريف والعضلات، كولاجين العظام، الفولات أو المعروف باسم حمض الفوليك، أو فيتامين بي 9، والمعروف أنه مفيد للحامل الذي يمنع العيوب الخلقية للجنين ويساعد على الحفاظ على الجسم شاب وقوي، ويساعد على خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والإمساك. فيه فيتامينات مثل النحاس، الكالسيوم، المنغنيزيوم، السيلينيوم، وفيتامين د وألف. كوب واحد من البطيخ
يجعل القلب في صحة جيدة، ويفيد كهرباء القلب وحفظ الوزن وحفظ الماء في الجسم. فوائده للرجيم تكون بكونه عند أكله قبل الأكل يؤخذ البطيخ مساحة في المعدة وشعور بالشبع والامتلاء، يجعله يساعد على التخسيس، وله فوائد أخرى لا تعد ولا تحصى. دمتم بصحة جيدة. هذا هو الجيلي البطيخ، هو رائع جدا، يؤكل في الصباح لأصحاب الرجيم والتخسيس، يساعد على الشبع وعدم الرغبة في الأكل. البطيخ فوائد رائعة، كل شيء خلقه ربي عنده فوائد لا تعد ولا تحصى. إن شاء الله تكونوا في صحة وهناء وسعادة. إلى الملتقى.